أهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم في كل أمور الدين، هم وسط، هم وسط، فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا، ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته، فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله، لو كان مجبرا كما تقوله الجبرية لم يعذبه الله على أفعاله، ولو كان يستقل بأفعاله وليس لله في ذلك إرادة فهذا فيه تنقص لله ونفي لإرادة الله، وأنه يحصل في ملكه ما لا يريد، هذا عجز، يعجزون الله سبحانه وتعالى، وأنه يحصل في ملكه ما لا يريده وما لا يشاءه، تعالى الله عما يقولون. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته، لا يجبر على ذلك، إما أن يستقيم وإما أن يعصي، فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، هو المؤمن والكافر والفاسق والزاني والسارق والشارب، هو نفس العبد. لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية، فأول الآية رد على الجبرية، رد على القدرية، أول الآية رد على القدرية، وآخرها رد على الجبرية: إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية فيها رد على الطائفتين، وما تشاءون هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته وأنه يحرك بدون اختيار منه، رد على الجبرية. آخرها رد على القدرية الذين ينفون مشيئة العبد، الذين يغلون في إثبات مشيئة العبد، القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالآية فيها رد على الطائفتين جبرية والقدرية: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على القدرية يقولون العبد يشاء ولو لم يشأ الله، ولو لم يقدر الله هو يفعل يشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع، وهؤلاء هم الغلاة، وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها.